طبعا بالنسبه للعمليه الانتخابيه اللي للاسف سمعنا عنها كثير مغالطات وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، للاسف اغلب التهم اللي القت غير صحيحه بالمجمل، لانه كانت تهم جزافيه وتفتقد للاسف ولا اي دليل اثبات موجود لكل تهمه القيت. نحن من خلال فرز الأصوات والعملية الانتخابية التي جرت في جامعة حلب، مدرج جامعة حلب، كانت بكل شفافية وبكل وأجمل عملية انتخابية أجريت في المناطق المحررة. طبعا نحن نسعى دائما كمجلس فرع نقابة المحامين بحلب وجميع الفرقاء وجميع الزملاء على المحافظة على جسم نقابة المحامين الأحرار بحلب، نسعى دائما إلى أن تكون هذه المؤسسة المؤسسة الرائدة في المناطق المحررة، وأهداف هذه المؤسسة في معروفة لدى الجميع، والمواقف الثورية لهذه المؤسسة معروفة لدى الجميع. نحن نحافظ على هذه المؤسسة ونحافظ على العمل المهني والنهج الثوري لمؤسسة نقابة المحامين الحرار بحلب إن شاء الله. طبعا في 15/7 قامت انتخابات قامت بها فرع نقابة حلب، كانت انتخابات مليئة بالشفافية مليئة بالوضوح، كشفت عليها أو حضرها عدة منظمات مجتمع محلي، بعض المجالس المحلية الموجودة في المنطقة كمجلس إعزاز، حضر أيضا رئيس محكمة رئيس جامعة حلب عبد العزيز الغيم حضر هذه الانتخابات. الانتخابات بشكل كامل كانت مثال عن الديمقراطية واسع وكبير. صدرت النتائج، البعض لم تعجبه هذه النتائج فقرر إنشاء فرع آخر، فرع جديد ليس له مستند في الإدارة المحلية، لا توجد هناك محافظة اسمها محافظة ريف حلب، لا يوجد هناك عدد كافي، وهذا الأمر سابقة خطيرة تكفينا يعني الفرقة بالفصائل بالمجالس بغيرها.